صباح الخير بسكراتنا الجدد. اهلا 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 وسهلا لكل من جاي من طرف مروة حبيبة القلب. انا صف خامس، انا عمري 10 سنوات، انا سورية مقيمة بالرياض من مواليد السعودية. يا حلوك انت، طبعا انا عندي قناة باليوتيوب وبنزل فيها كتير فيديوهات حلوة، راح احط لكم رابط قناتي بعد هاي السنابة. انا روز عبد الله، عمري 10 سنين، مقيمة بالسعودية من مواليد الرياض بصف خامس. اتمنى تحبون. كان التعرف لاول مرة، ماما حجزت لي عن مروة جلسة تصوير وصورتني وحبيتها وحبتني. كان شعور كتير حلو وانبسطت لاني قابلت الجروب تبعها وشفت مروة. انا كتير بحبهم كلياتهم، انا بحبهم كلياتهم، ما في وحدة افضل من الثانية طبعا. لا، لانه مروة مكتفية بالعدد، بس انا راح كون ضيفة خفيفة على قلوبكم. لا، نحن ما بنقرب لبعض، بس لانكم، لانه انا سورية وهي سورية فكرتونا بنقرب لبعض، بس نحن ما بنقرب لبعض. ايش يا روحة انت، الله يحفظك. عمري انت، انتظرونا فيديوهات قوية.